أهلا بحضراتكم مرة تانية، وخلينا دلوقتي نروح لمعرض مسابقة مواهب وقدرات اللي بيقام للموسم الثالث بتنظيم من الأزهر تحت شعار إبداع وتميز. امبارح أشاد الدكتور نيفين الكيلاني معالي وزيرة الثقافة بمستوى المواهب المشاركة في المعرض والمستوى الاحترافي للفنانين المشاركين بالمسابقة، اللي بتستهدف طبعا دعم الطلاب الوافدين الموهوبين وإطلاق طاقتهم الإبداعية وتحفيزهم على الابتكار والتميز في المجالات العلمية والفنية المختلفة ونشر ثقافة الإبداع والابتكار وكمان تنمية المواهب. تفاصيل أكتر هنعرفها من دكتور نهلة الصعيدي، مستشار شيخ الأزهر لشؤون الوافدين ورئيس المعرض. صباح الورد لحضرتك. صباح الهنا والسرور، أهلا وسهلا، مرحبا. أهلا بحضرتك. لو نعرف كده من حضرتك تفاصيل أكتر عن معرض مسابقة مواهب وقدرات وكواليسه كمان شكلها إيه؟ هو في الحقيقة المعرض، هذا المعرض هو نتاج لمسابقة عالمية كبرى تنظمها وحدة الإبداع والتعلم المستمر بمركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب. هذه المسابقة العالمية انطلقت منذ 3 سنوات، هذا هو الموسم الثالث. أول موسم كان تحت شعار تنوع وتعايش، باعتبار هؤلاء الطلاب من قارات مختلفة، من بلاد مختلفة، من 137 دولة يدرسون في رحاب الأزهر، فكان لابد من شعار أن يكون الشعار كذلك تنوع وتعايش، رغم أننا متنوعين مختلفين مختلف الثقافات والأفكار واللغات، إلا أننا لابد أن نتعايش مع بعضنا البعض. كان الشعار الثاني في العام الماضي كان تحت عنوان تنمية واستدامة، جاء هذا الشعار في هذا العام إبداع وتميز، لما وجدناه من هؤلاء الطلاب عندما بدأوا يدخلون في، لأنها 16 مسابقة 16 مدرسة، الخط العربي والشعر والخطابة وبراعة التحدث باللغات الأجنبية والتصوير الفوتوغرافي والفنون التشكيلية وأيضا الفنون الرقمية والكتابة إلى غيرها من المسابقات والقرآن والحديث، مسابقات 16 مسابقة، في كل مسابقة يكون هناك 10 من الفائزين. وجدنا أن هذه الطاقات الهائلة لدى الطلاب الوافدين لا بد وأن نتولاها بالرعاية والعناية والاهتمام والتدريب، فكان هذا القرار، هذا القرار الذي أعده قرارا تاريخيا من فضيلة الإمام، إنشاء أكاديمية للمواهب والقدرات فيها هذه المدارس، لأن الطالب قد يكون عنده الموهبة ولكنه يحتاج إلى صقل هذه الموهبة على يد أساتذة متدربون ومتخصصون في هذا المجال، ليكون طالبا بارعا في الخط أو شاعرا كبيرا في المستقبل أو كاتبا وأديبا وهكذا. يعني الأكاديمية كانت نتاجا لهذه المسابقة التي أفرزت لنا، ثم بعد ذلك كان هذا المعرض نتاج أيضا لما وجدنا أن هذه الأعمال فرقة جدا، ويمكن يعني أشادت بالأمس يعني معالي وزيرة الثقافة دكتور نيفين الكيلاني وكذلك معالي وزير الأوقاف بهذا العمل، وأعطوا لنا أفكارا أيضا خلاقة نستطيع أن نطور بها المسابقة في العام القادم إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله، ويعني ربما يكون هناك معرضا كبيرا بالتضامن مع الوزارات المعنية إن شاء الله، وعلى رأسها وزارة التضامن الاجتماعي لعرض منتجات هؤلاء الطلاب، لأنها بالحق ترقى إلى هذا المستوى. يعني وهي أشياء يعني ومن ممكن أن تدر دخلا كبيرا على هؤلاء الطلاب. أكيد. نعم أكيد، قرار عظيم جدا طبعا يا فندم، مهم جدا. خليني أعرف منها حضرتك يعني إزاي حضراتكم قدرتوا تحققوا الدمج والاندماج بين الثقافات المختلفة بين الدول المختلفة والطلاب المختلفين؟ طبعا هذه مسؤولية كبيرة جدا ورسالة عظيمة جدا، خاصة أنا لا أتحدث عن بلد أو اثنين أو ثلاثة، نحن عندنا في الأزهر 137 دولة. هذه الدول كانت مسؤولية كبيرة جدا، لأن ما في ثقافة بلد قد لا يكون في ثقافة الآخر، فقد ينشب في بين الطلاب خلاف كبير جدا. صحيح. وسببه لا شيء حقا إلا لاختلاف هذه الثقافات. فبدأنا يعني كان عندنا ملتقى دائم كل شهر يعقد مرة في مدينة البعوث الإسلامية، اسمه ملتقى الأخوة الإنسانية، نناقش فيه موضوع من الموضوعات. كذلك أيضا عندنا قاعة كبيرة، ملتقى دائم للطلاب الوافدين يلتقون فيه حول قضية واحدة، صحيح نختلف في الثقافات لكن هناك شيء يجمعنا، دين ولغة تجمع هؤلاء الطلاب. فعندما كنا نتعرف على ثقافاتهم وعاداتهم وتقاليدهم من خلال أيضا المعارض المأكولات
من خلال معارض الملابس، وهذه أنشطة تقوم بها المعاهد باستمرار على مدار العام، مما جعل كل طالب يطلع على ثقافة الآخر، على تفكيره، يعني مما جعل هذا الانصهار بين هؤلاء الطلاب، وليس هناك إلا اتفاق على فيما يتعلق بأمر ديننا ولغتنا. فمثل هذه الأنشطة كان من شأنها أن تجعل هذا التعايش بين هؤلاء الطلاب. كذلك أيضا شيء مهم جدا، مناهجنا في الأزهر الشريف قائمة على هذا، ويمكن في عهد فضيلة الإمام الأكبر تم إطلاق المناهج وتطويرها، وانتهينا منها هذا العام على مدار 3 أعوام من العمل الشاق المدني نطور في هذه المناهج بما يتناسب مع رسالة الأزهر العالمية، لنجعل الجميع تحت راية واحدة. ويعني وحقيقة يعني نحن نتقدم ونفخر ببلدنا مصر الحبيبة عندما تحتوي هذه الجموع الهاجرة وتستطيع أن تقدم لهم هذه الخدمة، خاصة وأن الدولة المصرية تضع منح للطلاب الوافدين، يعني وهذه يعني على رأس أولويات اهتمام الدولة أن يكون هناك منح لكل دول العالم، ومشروع المنح مشروع يغطي حقا العالم. طبعا قرار عظيم جدا، واحنا كمان فخورين الحقيقه، وبنشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور نهله الصعيدي مستشار شيخ الازهر لشؤون الوافدين ورئيس المعرض.